بسم الله الرحمن الرحيم. مبادرة سلمان تستهدف الجسم الثوري وتوفر منفسا للخليفيين وتشرع الاحتلال السعودي وتشجع الخليفيين على مزيد من الإرهاب والقمع وتهين المعتقلين ولا تنصف الضحايا وليست من ولا توفي حق الشهداء ولا تتناسب مع التضحيات ولا ترقى إلى ما يطمح له شعب البحرين. ولذلك نقولها بالضرس القاطع: حوار سلمان لا يمثلني.